وادي اليوم المميز 3-3 هو عدى. وادي 4-3 5-3 6-3 14 شعبان، يعني يوم التلات هتبقى 15 شعبان، ليلة النصف من شعبان. طب الحمد لله. طبعا تلاقيكم قاعدين زعلانين زيي وفاكرين ان اليوم المميز كان يوم 3-3 اللي كلنا كنا قاعدين فيه عاملين كده. انا بقى جاي النهارده افاجئكم واقول لكم ان اليوم المميز لسه ما جاش. اليوم المميز 6-3. اه والله 6-3 هيوافق يوم ليله النصف من شعبان. ويا سلام بقى لو انت من الناس اللي هتأجر وتكون صايمه الايام القمريه اللي منهم يوم الاثنين وتجتهد في هذه الليله كمان بالقيام، هتكون من الناس اللي ربنا عز وجل خصهم بالمغفرة. الليلة دي ربنا عز وجل بيدور فيها على كل الناس ويقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا وألا كذا. بس مش كل الناس ربنا سبحانه وتعالى هيلتفت ليهم، في صنفين من الناس لا يلتفت إليهم الله في ليلة المغفرة وتحقيق المعجزات، والصنفين دول مشرك، وده طبعا أمره مفروغ منه، إنما المشاحن ده كان محل حديث طويل بين العلماء. الإمام الأوزاعي مثلا لما ذكر لنا بعض الآراء قال لنا إن المشاحن ده هو الشخص المبتدع في الدين، وفي رأي آخر قال العلماء أنه المخاصم. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل النهاردة في حكمتنا السعدوية العسلية عن المشاحن اللي مش هينال فضل هذه الليلة. يغفر الله عز وجل فيها إلا لمشرك أو مشاحن، وقيل في رواية أخرى إلا لمشرك أو قاتل نفس، وفي رواية أخرى أو حاقد بحقد. معنى المشاحن قيل أنه المبتدع في الدين، وقيل أنه تارك أو هاجر السنة، وقيل أنه المخاصم. تعالوا بس نفند معنى الخصام. المخاصم أو المشاحن ليس فقط هو صريح العداء، صاحب الصوت العالي والمشاكل، قطع الرحم بشكل صريح، بتاع المشاكل أو اللي انت تعبك نفسيا وأذاك فقط، لا. المشاحن هو الذي يخطط ويضمر ويعين على إيذاء الناس، ويعين على تشويه صور الناس، ويعين على التخطيط سواء مع الآخرين أو بمفرده، إن هو ينفر الناس ويكره الناس في الحياة ويزيد من الألم النفسي ليهم. راجع نفسك، لأن الليلة دي فرصة ذهبية علشان تطهر نفسك من أي شبهة إنسانية تقع فيها غصب عنك أو وقعت فيها، ان انت تدعي لنفسك وتدعي للناس دي ان انت تتخلص من هذه الصفات الذميمة اللي بتجعل بينك وبين ربنا عز وجل زي جدار منيع بيمنعك وما بين انك تنال شرف ان ينظر الله عز وجل اليك بعين الرأفة وبعين المحبة وتنال رضا. عشان نكون بنقول كلام منطقي، فما فيش حد فينا على وجه الاطلاق الا وقع في موقف من المواقف المؤذية دي. يعني دور كده هتلاقي في حد يتطلب ان انت تسامحه، حد تعتزله، حد انت قاطع رحمه المفروض ان انت توده وتتكلم معاه، هتلاقي حد يتطلب ان انت تدعيله بالهداية، حد انت بتطلب منه شيء ما. هتراجع نفسك، اكيد لا يخلو نفس بشرية او لا تخلو نفس بشرية الا هتلاقي عندها في حتة كده المفروض انها تتطلب منها انها تراجع نفسها. فالحكمة السعدوين العسلية النهاردة بتقولك: رتب أولوياتك، عيد حساباتك، استغل فرصة المعجزات وتحقيق الأمنيات إنك تكون شخص طاهر نقي نظيف، تخلص دايما من كل الحاجات اللي انت وقعت فيها، عيد حساباتك ورتب أولوياتك، وتكون من الناس اللي ربنا عز وجل هيفرق في ليلتك كل أمر حكيم. كل واحد فينا هينال من فضل هذه الليلة على قدر تعبه وعلى قدر اجتهاده. عشان كده أنا حبيت أن أنا أشارك معاكم لحظة مراجعة وتصحيح سلوك سيء جواك أو موقف أنت عملته، أو مساهمة أن أنت تغير من عاداتك وتغير من طريقة تفكيرك في بعض الأمور. وركز مع ليلة النصف من شعبان، لأن حقيقي ناس كتير جدا كان ليها أمنيات وأحلام ربنا عز وجل رضاها، داها كل اللي بتتمناه بفضل الدعاء، فيها يفرق كل أمر حكيم. يلا نشجع بعض ونستعد لليلة النصف من شعبان. كل عام وأنتم بخير.